شبابنا اعتادوا يوصفوا طاقاتهم العملية والإبداعية لخدمة المجتمع، ودائماً عم يفاجئونا بأفكارهم الجديدة ومشاريعهم المميزة، واللي بتستحق أكيد يا نور أنه اليوم نحن نضوي عليها. أكيد اليوم ما ضيفنا هو شاب استطاع اختراع جهاز لتوليد الكهرباء من خلال المشي، تكوين أرضيات مخصصة تعمل عن طريق الضغط. ونتعرف بشكل موسع على تفاصيل هذا الاختراع. بسعدنا أنه يكون معنا لليوم مساعد المهندس علاء سامر نصار. يسعد صباحك. يسعد صباحك. اهلا وسهلا. شكرا على الاستضافه الحلوه. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. يسعد صباحك. يعني لما نقول الكهرباء يعني بتعرف نحن الوضع الكهربائي جدا للاسف تعيس عندنا، ودائما في عندنا امل باستمرار استثمار طاقات الشباب السوري وابداعهم فعليا بمشاريع تخدم المجتمع، وانت يمكن حطيت ايدك على الوجه. يعني خلينا نحكي عن هيدا المشروع، اهميته باي مرحله انتم، واهميه فعليا استمراره. يعني بنشوف كثير مشاريع مهمه بس ما عم تستمر او ما عم يتم دعمها بالشكل الكافي. تماما. هلا مثل ما بيقولوا انه الحاجه ام الاختراع. صحيح. فنعرف وضع البلد تماما، نقص الكهرباء. فكنا بالجامعه، كنت سنه اولى، فتقريبا بنهايه الفصل شفت في زملائي اكبر مني بسنه، سنه التخرج، فشفت ان فكره مشاريع التخرج والمناقشه وهدول الامور، فصار في عندي فضول انه بلش اشتغل على فكره جديده. طبعا الحمد لله مثل ما شايفه اشتغلنا مشروع توليد الطاقه الكهربائيه عن طريق المشي. طبعا اكل معنا وقت كثير وتعبنا تقريبا شيء سنه كامله، سنه وثلاث شهور. الحمد لله طلعنا بنتيجه. تمام. يعني علاء مثل ما ذكرت، حلو الواحد اليوم ياخذ من تجارب الاشخاص اللي اكبر منه. احكي لنا اكثر عن مشروعك، خبرنا عنه اكثر تفاصيل. تمام. هلا مشروعي شو اسمه؟ عباره عن ارضيه موجوده بالطرقات، وين ما كان في زحمه بالبشر، او لنفترض في باب دائره حكوميه، باب مدرسه، باب جامعه، باب ملعب، نقط اساسيه في حركه دائمه، نقط حركه دائمه، او بحيث انه تعود الحركات. لنفترض كدائره حكوميه اذا بنستخدمها من الساعه 8 للساعه 2 متوقف. نحن في عندنا تمام، نحن المساء ما عندنا الحاجه للكهرباء في الدائره الحكوميه. فنحن بنحطها على الارصفه، على ابواب التجمعات، وين في تجمعات كبيرة بالبشر، يعني في مرور. هو في حال مرور أي شخص، مثل ما راح نشوف، في حال مرور أي شخص صار في عندي جسم ميكانيكي موجود بالأرضية، فنزل عملية الضغط كيف عم مليات بتكون الجسم الميكانيكي. خلينا نقلب الجهاز للكاميرا مشان نشوف كيف عم تتم عمليه تسجيل الارقام لما يكون في حركه. ايه خلينا هلا نبلغ. هيك صار في عندي مر شخص، نحن عم نحكي ارضيه لو حدا عم يمشي. تماما. في حال مرور اي شخص، طبعا في حال مرور الوزن اكبر، في كل وزن ما كان صار في عندي يعني طاقه اقوى. يعني صار في عندي جهد خرج كهربائي اعلى. في حال مر وزن. تمام. خلينا نوضح اكثر عن مراحل آلية العمل. هلا كيف بلشت واحكي لنا اكثر. بلشت بدايه، اول شيء بلشت برنامج على اللابتوب محاكاه الدوائر الالكترونيه. جربت الفكره، بسنا على اللابتوب. بس الخطوه الاولى يمكن دائما صعبه. تماما. هلا البدايه كانت اصعب من انه هذا الشغل اللي اشتغلته. صحيح. شغلنا الدار على برنامج المحاكاة. بعدين اجينا لقسم القطع الالكترونية. فتلنا المحافظات كلها، وللأسف الشديد ما في القطع الالكترونية المطلوبة لهذا المشروع. صحيح. لأنه نحن فأنا كيف استبدلتوا أو أملتوا؟ هلا مو هون الفكرة، الفكرة أنا هون فقدت الأمل، إنه يوم ورا يوم إنه خلص راحت الفكرة. صار لازم أفكر فكرة جديدة، منه مشروع التخرج ومنه إنه شيء نتميز فيه. فوالله فتنا على تطبيق الامازون، حاولت انه وصي على القطع الالكترونيه، فكان بدها 90 يوم. ففي بابا الله يخلي لي اياه عمل لي اياها من برا، من احد اصدقائه. الحمد لله.
طيب خلينا حضرتك خريج معهد تقني، نحكي تم تجريب هيدا الجهاز على لوحة إعلانية وتم إضاءته من خلال تنفيذ يعني استثمار هيدا المشروع، خلينا عن هيحكي عن هي التجربة وفعليا لما نقول كيف فينا نستثمره، يعني نحن بحالة أزمة في جهة كانت راعية، يعني نحن عم نحكي عن مشروع تخرج الجامعة ولا أي جهة أخرى قالت رح تستثمر هيدا المشروع ولا لا، لأنه أنت يعني في منبر إعلامي ممكن توجه الرسالة اللي بتحبها لاستثمار هيدا المشروع. هلا هو أول شيء كان مشروع تخرج، بعدين قدمت على براءة الاختراع بوزارة التجارة وحماية المستهلك مشان أحفظ الملكية، إنه المشروع يصير ملكية خاصة. صحيح. فإن شاء الله هلأ قيد الدراسة، في حال تمت الموافقة فيني أعلن عنه عن الاستثمار بداية. على أنت قدرت تشغل إحدى اللوحات الإعلانية عبر هي الطريقة، خلينا نحكي أكثر عن هذا التطبيق العملي. الخرج واصله على الآفو. هلأ فينا نحن الخرج الكهربائي اللي خارج عن الأرضية فينا نخزنه ببطارية أو فينا نستخدمه مباشر، طبعاً في دوائر كهربائية وإلكترونية لرفع الجهد لنوصل للشيء اللي بدنا إياه حسب الشيء اللي بدنا نستخدمه. هلأ في هذا المجسم أنا على سبيل المثال فينا نستخدم من هاي الطاقة، لنفترض فينا الضعيفة مو مثل المحولات الكهربائية الضخمة، ففينا نستفاد منها كإنارة شوارع، كلوحة إعلانات، كتمثال أسري، إضاءة تمثال أسري في بحرة لنفترض أو ساحة. نحن عم نحكي عن نقاط مركزية بالعاصمة. تماماً. هلا بشكل عام إنه لنفترض حطيناها برصيف بالشارع، فينا نستفاد منه مثل ما حكيت مثل ما ذكرت سابقا. طيب ذكرت آلية العمل بهيدا الاختراع وكنت عم تعطي مثال حضرتك كيف بتتم عملية تشغيل الكهرباء، نحكي إمكانية تخزين الكهرباء كنت عم تحكيها، وقديش نحن عم نحكي مثلا عن مكان فيه ازدحام، يعني أنا قديش بدي فعليا كم كيلو نحن بنفهم بالبايت، قديش بدي أنا ولد لأقدر من خلال هيدا التوليد مثل ما قلت ممكن شاعل إنارة، ممكن استثمر بطرقات مبدئيا. فينا نشغل طبعا. هلا هي الحركات البسيطه اللي قمت فيها. نعم بهدول الحركات البسيطه اللي قمت فيها انه مثل عمليه المشي هلا عن طريق المشي، بس واصل الخرج انا على الافو وحاطط بطاريه، بس كانت نوصل لسيرة بس مشان نورجي المشاهدين انه كيف عملية توليد الطاقة الكهربائية. تمام. طب خلينا نوضح اكثر للمشاهدين عن هذا الاختراع من ناحية التكاليف والفائدة. هلا الفائدة مثل ما بنعرف جميعنا بالدول العظمى بالدول الأوروبية، لنفترض بأي دولة بالعالم الكهرباء التقليدية عندها يا أغلى شيء، بيلجأوا للطاقات البديلة. صحيح. والطاقات شو اسمه الغير مضرة للصحة، غير مضرة للبيئة. للبيئة عفوا. ف يمشي حاله هذا المشروع أكيد. وين من كان صديق للبيئة. ومكلف اذا بده يتم تنفيذه على نحكي عن مساحات كبيره. هلا صراحه حسب المساحه المطلوبه. افترض فينا في له نماذج، كمان في نموذج ثاني بس لسه ما اشتغلته، النموذج الثاني عباره عن مربع متفرغ. اما هذا على شكل مثلثات. عملت شكل المثلثات في حال استغلال اقل حركه ممكنه من اي شخص مار فوقه. في حال مرور اي شخص مثل ما ذكرنا صار في توليد الطاقة الكهربائية. هلا مبدئيا التكلفة ما حسبتها على أرض الواقع، بس فيني أوضح لك أكثر إنه تقريبا بكل خطوة فينا نولد 3 واط. تمام. علاء أنت تكرمت من جامعة دمشق، قديش اليوم هذا التكريم بيعني لك وقديش بيعطيك حافز لحتى تكفي لقدام بأعمال جديدة ومميزة؟ والله كانت شاركت بجامعة دمشق بورشة الاختراع والإبداع. طبعا أول شيء وجه تحية للأستاذ والدكتور محمد أسامة الجبار رئيس جامعة دمشق، والأستاذ والدكتور جهاد أبو نصار رئيس مكتب براءة الاختراع في جامعة دمشق. شكرا لإلن على مشاركة الورشة، كانت الورشة غير شكل، الحمد لله تكرمنا. كانت البداية أول لقاء كان لنا
نحن عم نحكي عن البداية وعن مشروع تخرج، إن شاء الله يا رب فعليا نشوف نشوفك حاصل على براءة الاختراع ونستضيفك يتم استثمار المشروع بشكل أكبر من جميع القطاعات إن كانت خاصة أو حكومي، لأنه فعليا سنويا عم نستضيف عبر رحلاتنا الصباحية شباب سوري يمتلك من الاختراع والمواهب، فعليا نتفاجأ بهي القدرات والمهارات بس ما عم يتم استثمارها بشكل الصحيح. خلينا نحكي قلت هي البداية أو هي الخطوة البداية، انت كمساعد مهندس وعم تلتمس يمكن الواقع اللي عايشينه، تمام، في مشاريع حاطه ببالك بعد تنفيذ هيدا المشروع؟ هلا ان شاء الله اذا الله راد هلا عم بشتغل على تقنيه جديده تطور لهذا المشروع، وعم بشتغل على تقنيه جديده كمان تتعلق بالكهرباء. بس مثل ما حكينا ذكرنا سابقا القطع الالكترونيه هي اللي ما عم تخلينا نبلش. ما فكرت تلاقوا بديل؟ يعني نحن استضفنا بعض طلاب المهندسين كانوا يحاولوا يصنعوا هن هلا البديل يعني بالمحاكاه. هلا برنامج المحاكاه اختلف البديل من انو ناحيه؟ من ناحيه المقاومات الموجوده عندنا هون، مقاومات بالاوم. لنفترض انا بدي 550 اوم، لنفترض ما في منا متواجد، في اقل او اعلى بالقيم، فانا هون اضطريت انه احسب حسابات الكمون والجهد والتيار على حسب المقاومه الموجوده عندي. اكيد يعني بالختام مساعد المهندس علاء سامر نصر، انت نموذج من نماذج كثيره من شبابنا اليوم يلي تميزوا فعلا بمختلف مجالات الحياه، بدنا نشكرك كثير ونتمنى لك كل التوفيق. شكرا لكم على الاستضافه الحلوه. شكرا، اكيد بنتمنى لك التوفيق وان شاء الله يا رب فعليا نستضيفك بمحطات قادمه ومشاريع اهم. شكرا كثير لك. اذا الله راد. شكرا لك.